تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور أحمد برحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة، نظمت الدائرة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فعاليات الدورة 29 من أيام الشارقة المسرحية التي تنطلق في 19 وحتى 27 من الشهر الجاري. هذا ويشارك في الفعاليات 11 عرضا مسرحيا محليا يتنافس منها 6 عروض للفرق والجمعيات المسرحية في الدولة، ستتوزع على مواقع مسارح قصر الثقافة ومعهد الشارقة للفنون المسرحية وجمعية المسرحيين، بمشاركة أكثر من 300 ضيف ومشارك من مختلف أنحاء الوطن العربي.